مباريات دوري أبطال أوروبا وتحديدا الجولة الثانية من دوري المجموعات، حيث لعب كل فريق مباراة واحدة ولن يبحثون عن تقديم شيء جديد في قمة أخرى. اليوم تنتظرنا مباراة العملاق البافاري بايرن ميونخ أمام نادي البلو مون مانشستر سيتي. جميل أن تجد نفسك مشاركا في دوري الأبطال. جوشا كيميتش، فلوت، كرة بيني خلف المدافعين، العرضية في وسط المنطقة، تقدم سريع يأتي، مباراة تبدأ برتم عالي، أجواء مثيرة، إثارة كبيرة من البداية. سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه الدقائق. كل شيء يبشر حتى الآن بمباراة كبيرة. شوف الإعادة من جديد، شوف الكرة الرأسية، شوف الدقة الكبيرة، شوف التوجيه. الله على النهاية. مباراة حقيقة هي الأبرز في هذه المجموعة، مباراة منتظرة من يوم. جميل الكرة البينية من دي بروين، أي فرصة ضاعت من برناردو سيلفا. فرصة كان ممكن للبايرن أن يسجل التعادل في مرمى السيتي، لكن في النهاية لم تستغل. بالإيقاف أيضا، كرة خطيرة على المرمى، شباك، ده الصد ممتاز. الله على كرة هدف، لكن شوف ردة الفعل، شوف تألق حارس المرمى. فرناندز بيلعب الكرة، هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. الشباك، لمسة جميلة، وجدت مكانها في أسفل الشباك. هدف ملعوب جاء من لعب جماعي مميز. ممكن أنك تلعب هذه البينية مثالية خلف المدافعين. فرصة لكرة عرضية خطيرة الآن، تصويبة باتجاه المرمى. البايرن يحرك الشباك. سجل التهديف اليوم ويسجل هذا الهدف ويعمق جراح منافسه. فلنشاهد الهدف بالإعادة مرة أخرى. سعادة كبيرة على وجه المدرب اليوم. ستيرلينج يهرب الآن من الرقابة حتى يحصل على الكرة. مارسيلو أمام الفرصة للانطلاق. مارسيلو، سون هيونغ، أوهو، حطها براسه. يا الله على هذا الهدف. بناء ممتاز للعب وكرة هدف رائع في الشباك. أرضية ممتازة، لعبها مثالية بالمقاس. شوف النهاية للكرة في الشباك بطريقة رائعة. شوف اللقطة، شوف العرضية، هي من العرضية هدف، من العرضية هدف. فلوريان توفين، كرة خطيرة على المرمى، تمريرة بنية. يا سلام، متعني الله على النظرة. البايرن يحرك الشباك. ثنائية في مباراة اليوم، والشهية مفتوحة للتسجيل. هذه عادة للهدف من زاوية أخرى. في النهاية الكرة بتنقطع.
بعيدة عن الجميع بعد هذا التدخل. تسديدة يا رب في كل مكان وبكل وضعية، لا تسألني عن الطريقة، اسألني عن الطريق. الله على الهاتريك. اليوم يوم تألق كبير أمام المرمى، خلي الغيرك شوي، سجل في الأولى، سجل في الثانية، يسجل في الثالثة، هاتريك كبير للاعب الكبير.